اهلا بحضراتكم من جديد. ولسه بنهز في الغربال كل الكلام اللي اتقال، وكانت ابرز حاجه فين الاهلي يا خطيب، رجع الاهلي يا خطيب، الاهلي فين يا خطيب. قلنا لكم او رد النهارده موقع ترانسفير ماركت العالمي، قال لهم الاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات، الاهلي نمبر 1 لو عايزين تطمنوا يعني، او لو يهمكم تطمنوا. وقلنا لكم الميزانيه من حجم الارقام بالتوالي ازاي استلم مجلس إدارة النادي الأهلي ميزانية النادي وهي 829 مليون جنيه وصلت ل 2 مليار و70 مليون جنيه بأنماط. مهندس عدى اتكلم دلوقتي على الوحدة الاقتصادية من لا شيء. النادي الأهلي كان بيدفع أرقام كبيرة جدا كل سنة في تأجير الملاعب في المباريات، وكان عشان يروح يلعب في برج العرب كملعبه لازم يبات في الإسكندرية فيسافر ويبقى فيه يومين فاصلين او ثلاثه زي جدول الدوري دلوقتي، فيبات اكتر من وقت، كلها فلوس واهدار للوقت وللعيبه. لما المجلس يحط ايده في ايد مسوق كبير جدا زي الاستاذ محمد كامل ما اشار للمهندس عدلي، ويبدا في استنباط افكار وانماط جديده للاستثمار ما كانتش موجوده. بدل ما كنت بتلعب على ملعب بتدفع فلوس وتاجره، لا ده سيادتك هتلعب وتاخد فلوس، وهتلعب على ملعب هيفضل شايل اسمك استاد الاهلي والسلام لمده 9 سنين جايه، ويدخل مع حمام السباحه بتاع التربيه والتعليم. بدل ما كنت بتاجره سنويا بقد كده عشان تستخدمه، لا حمام التربيه والتعليم، فرع الاهلي الجديد في الاقصر، اسوار النادي، تطوير قناه الاهلي. بتعدي جنب النادي الاهلي تفرح من شكل تفرح الاسوار، تفرح بالصوره والشكل. ده النادي الاهلي اللي بتساله عليه هو راح فين. وبعد كل هذه المزايا اللي بيوفرها المجلس في عقد الوحده الاقتصاديه، خلي بالك من نقطه، مع هذه الشركه الوطنيه المحترمه، ياخد الاهلي 60 مليون جنيه سنويا. 68 مليون. لا كمان، ويوفر فلوس، لان كل حاجه من دي كانت بتصرف. كانت بتصرف طبعا. ده الاهلي. لكن لو هتفتكروا بقى، لانه اكثر حاجه تسعد اي اهلاوي اراده الاهلي. اراده الاهلي لما تبقى حره، وده موقف النادي الاهلي ودي قيمته التاريخيه على فكره. في عز الموسم وبدايه مجلس الاداره، فجاه يجي الاتجاه لكسر الاهلي او احراج مجلس ادارته او اجبار محمود الخطيب على ما لا يقبله، فتنسحب شركه صله وتنسحب شركه الملابس سبورتا في وسط الموسم. موقف شديد الاحراج يهز اي كيان. فجأة الموقع اللي انت او الشركة اللي انت او الوكالة اللي انت متعاقد معاها بتنسحب. هل ده بهدف افقار الاهلي، تجويع الاهلي، احراج مجلس الادارة؟ يا اللي بتسأله الاهلي فين يا خطيب، شوفوا مجلس ادارة النادي الاهلي عمل ايه. كلف الكابتن محمود الخطيب بادارة الازمة، بس الخطيب اللي ملوش في الادارة قدر من خلال هذا الجيم يوصل بحق رعايه الاهلي بعد كل المنافسه الشديده جدا بين الشركات، شركه وطنيه زي برزنتيشن تاخد حق رعايه الاهلي باعلى من اللي كانت واخداه الصله، بامتيازات اعلى من اللي كانت واخداه الصله، ويوصل او يتحدى يتخطى نص مليار بعد منافسه مع شركات اخرى. الفارق بينهم 250 ألف جنيه حاجة زي كده يعني. أيوة. يعني في تهافت على النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه صادر حوالي 150 مليون جنيه كانوا حق قانوني من انسحاب شركة خطاب ضمان أو حاجة زي كده، المبلغ مش متذكر. صحيح. لكن أعتقد أنه هو المبلغ تقريبا كده. إذن لا، وكسب القضية بتاعت لجأ لكل المسالك القانونية.